قبل ساعات من الآن صوت البرلمان العراقي على قانون أو على ما تبقى من فقرات قانون الانتخابات العراقي الجديد، وهو نصر جديد تحققه ثورة تشرين المباركة، ويعد هو النصر الثالث بعد أن تمكن بإرادة وبدماء طاهرة زكية من إجبار الحكومة ومن معها أو من يقف معها من الأحزاب على الاستقالة، وأيضا ذهب بانتصار آخر في قانون جديد للمفوضية، وقد أقر هذا القانون وتم اختيار القضاة للمفوضية. واليوم وبعد جدل لا نختلف معه في مجلس النواب والقوى السياسية، يقر قانون الانتخابات العراقي بنسخة جديدة. انتهى زمن سانت ليغو وانتهت سيطرة الأحزاب والقوائم المغلقة، أو قسم على 9 وقسم على 10، وجا الحزب وإجا الزعيم والزعيم أخذ والزعيم. الآن هذه تباشير خير لدماء طاهرة زكية أرادت لهذا البلد أن يكون فيه قوانين وفيه أنظمة وفيه عدالة اجتماعية. هي ليست ضد شرفاء، وهي ليست ضد استحقاقات، وهي ليست ضد كفاءات. هي لم تقاتل بدمائها الطاهرة وبسلميتها حتى تزيع فلان لتجلس محله. هي لم تقوم بانقلاب أو فوضى عارمة حتى تطرد أصحاب الكفاءات أو القيادات الحقيقية. هي أرادت لهذا البلد أن يحكمه قانون، وأن يحكمه نظام، وأن يشرف على تحقيق القوانين والأنظمة أناس شرفاء، وأن يكون الشعب هو مصدر السلطات. الآن نحن أمام مرحلة جديدة الكل يجب أن يحترمها بغض النظر عن كل العناوين، ويجب أن نفهم حقيقة في غاية الأهمية أن القانون هو يرسم الإطار العام، لكن السلوكيات هي التي يحددها المواطن. فمثلا في قانون الانتخابات الآن دوائر متعددة، قائمة منفردة، أعلى الأصوات، هذا كان جزء من المطالب التي أرادتها ثورة تشرين المباركة وقد تحقق. وعلى الرغم من المعارضات والمناكفات الشديدة من الداخل ومن الخارج، لكن هنالك اليوم إرادة شعبية رائعة المستوى. هذه الإرادة تمتد من شمال إلى جنوب العراق. القضية الأخرى أيضا والتي هي نتمنى أن يكون ختامها مسك، هو ما يبحث به السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح. أنا من هذا المكان أقول له الله يساعدك، ولكن أحييك وأتمنى أن تكتب في تاريخك وفي تاريخ عائلتك نصرا عراقيا كبيرا. ونحن ندرك حجم الضغوطات الخارجية والداخلية التي تمارس عليك في سبيل تمرير هذا المرشح أو ذاك المرشح، وتصلنا أخبار من هنا وهناك أنك حتى هذه اللحظة ترفض هذه الترشيحات لأنك تحترم إرادة الشعب وتؤمن إيمانا مطلق أن الشعب هو مصدر السلطات. ونتمنى منك قريبا أن تزف لنا البشرى أيضا عن مرشحا يحترمه الشعب. إنه زمن جديد، ونتمنى من الآخرين الذين راهنوا على العراق من خلال الانتماءات الخارجية أن يسلموا الراية، لأنه اليوم الملعب في الشارع والقرار للناس وللشعب، وشعب مثل شعب العراق. قلتها منذ سنوات وقلتها منذ شهور، إذا أراد شيئا سيفعله.